تتواصل الحرب وتدخل أسبوعها الرابع، وتستمر معها دعوات لمحادثات جدية تضع حدا لها. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي حذر موسكو من عواقب قد تستمر لعدة أجيال في حال واصلت حربها، ودعا في مقطع مصور روسيا إلى مفاوضات حول السلام والأمن في أوكرانيا، معتبرا أنها الفرصة الوحيدة لبوتين لتقليل الأضرار الناجمة عن أخطائه. أريد أن يسمعني الجميع وخاصة في موسكو. حان الوقت للاجتماع، حان الوقت للتحدث، هذا هو الوقت المناسب، حان الوقت لاستعادة وحدة الأراضي والعدالة لأوكرانيا. في الجهة المقابلة تقول روسيا إن هناك تقارب في المواقف بشأن مسألة وضع أوكرانيا في موقف محايد على غرار السويد والنمسا، وتحدث رئيس الوفد الروسي عن تحقيق تقدم بشأن تجريد أوكرانيا من السلاح، إلا أن هناك اختلافات حول مسألة الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف. الوفد الأوكراني في المحادثات مع روسيا رد سريعا واعتبر أن تصريحات الجانب الروسي ليست سوى ترجمة للمواقف التي يريدونها، فالتصريحات تستهدف إثارة التوتر في الإعلام، وأكد كبير المفاوضين الأوكرانيين أن موقف بلاده لن يتغير، فهي تريد أن تؤدي مفاوضات السلام إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية مع ضمانات أمنية قوية بصياغ محددة. وسط السجال الروسي الأوكراني تركز تركيا على الوساطة بين الطرفين، فبعد لقاء أنطاليا الذي جمع بين وزيري الخارجية الأوكراني والروسي، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستضافته رفقة الرئيس الأوكراني، قصد إجراء محادثات بينهما للاتفاق بشأن قضايا ووقف إطلاق نار دائم كحل طويل الأمد.